مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من مجلة تواصل من سوداني، والتي نتناول فيها تفاعل سوداني مع مشتركيها في كافة المجالات وعبر مختلف العروض والخدمات. أهلا وسهلا بكم. كان شهر أكتوبر الماضي مليئا بالأحداث. في فقرة فعاليات وأحداث نستعرض جانبا من هذه الأحداث وزيارات العديد من الوفود لرئاسة مجموعة سوداتيل وتوقيع العديد من الاتفاقيات. علي راسك فوق، انت سوداني، الكرم والذوق وطيب عنواني، انا شجر نخيل والخير في اغصاني، زي جذوري اصيل جنبك بتلقاني، انا مركب في النيل وشراعي سوداني. إن سوداتيل تمضي بخطى ثابتة رغم صعوبة التحدي وعظم المسؤولية وتصطدم المسيرة بالعقبات والحوادث، ولكنها تمضي بقوة في مسارات أرحب وتحلق في سموات النجاح والسودان، وتؤكد مجددا أنها ستظل دوما الزراعة التقنية الأقوى للدولة في كل مشاريعها الحيوية لا تصل بالتغانى والمعلوماتية، وستكون إمكانياتنا مسخرة لهذا القطاع الحيوي الهام. أنا سوداني، دي الكلمة الجالة لساني، دي الكلمة الجالة لساني. هذه الفعالية الثقافية الفكرية الهامة، ونحن أكثر سعادة باستمرار رعايتنا لهذا النشاط الحيوي الهام الثاني للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي يأتي متوافقاً ومتسقا مع المجهودات الكبيرة التي تقوم بها سوداتيل وسوداني في رعاية الأحداث الثقافية بالبلاد. علي راسك فوق، انت سوداني، الكرم والذوق وطيب عنواني، انا شجر سوداني. نشيد بصفة خاصة بشركة سوداتيل على ما قامت به من مجهودات سابقة وما تقوم به الآن من مجهودات الوقت الحالي والمجهودات اللاحقة أيضا في تطوير شبكات القطاع المالي عموما. وحقيقة مشروع حوسبة الضرائب واحدة من المشروعات الكبيرة لأن إحنا يعني بدينا فيها منذ فترة والآن قطع شوط، وبنستهدف في العام القادم 2016 ينطلق المشروع. من كل لون جايين أهلي وخلاني،
بدل دين بحب وإما وتفاني لو بعدت عنك وين يا بلدي حرجع تاني وين ألقى زيك وين يا أرضي وبيتي ومكاني نيابة عن مجموعة سوداتيل ورئيسها التنفيذي المهندس طارق حمزة العبدين يزعدنا جدا ويشرفنا أن نكون راعين لهذا العمل لورشة عمل القيادة الأخلاقية ونشكر كثيرا لأخانا دكتور طارق السويدان الذي تعاوننا معه في عدة مرات أن يختار هذا العنوان الأنيق المعبر. نحن الإنجاز القمة وحجر الأساس نحن الإحساس الواصل كل الناس في كل بيت دخلنا وفي كل الدروب من شرق لغرب عبرنا من شمال لجنوب. وقعت مجموعة سوداتيل الاتصالات وشركة سوتيل التشادية على عقد للربط الشبكي عبر الفايبر بين السودان وتشاد إلى جانب توفير خدمات السعات العريضة للإنترنت والولوج للعالم الخارجي عبر كوابل سوداتيل البحرية وذلك إذانا بانطلاقة خدمات سوداتيل العالمية. نتمنى أن تكلل كل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالنجاح وأن يسعى الإخوة الشركاء الفنيين في الجانبين لتنفيذها وجعلها إلى أرض الواقع. وأحب أن أبشر بأن الربط الفيزيائي بين الألياف البصرية لجمهورية تشاد وجمهورية السودان إن شاء الله سيكتمل في بداية شهر نوفمبر وبإذن الله سيتم تدشينه في لقاء عبر الفيديو كونفرنس والمؤتمرات المتلفزة للشقاء الرئيسين للدولتين. انعقدت بمدينة دونغولا حاضرة الولايات الشمالية فعاليات سيمينار المؤسسات والذي تنظمه السودان في إطار انفتاحية على جميع مشتركيها وفي كافة ولايات السودان، حيث ناقش السيمينار عدة أوراق عمل إلى جانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الربط الشبكي القومي بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات. ممثل الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتيل الأستاذ سيف الدين عثمان أشاد في كلمته في افتتاح السيمينار لأهمية التواصل بين السودان ومختلف القطاعات في الولايات الشمالية. لعل من أهم الأشياء التي ركزت عليها أو تركز عليها حاليا سوداتيل اللي هي الربط للمؤسسات، والحمد لله بدأت هذه المسألة منذ سنوات، فبدأت بالمراكز القومية أو المؤسسات القومية الرئيسية كالشرطة والجمارك وغيرها من المؤسسات الكبيرة وأيضا البنوك الكبيرة والشركات الكبيرة. وتتواصل العروض المميزة والجديدة من سودان لكل مشتركيها وعبر مختلف الباقات. في هذه الفقرة من عروض وخدمات نقف عند إحدى هذه الخدمات والتي تتمثل في الربط الشبكي عبر الألياف الضوئية بين السودان وتشاد. سوداتيل بما تملكه من بنية تحتية واسعة في مجال القوابل البحرية وفي مجال شبكة الألياف الضوئية على مستوى السودان، تمت في الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيتان مع شركة سوتيل في تشاد ومع المنظم. الاتفاقية الأولى مع المنظم تتعلق بإكمال الربط لشبكة الألياف الضوئية بين السودان وتشاد. شركة سوتيل تم توقيع اتفاقية تجارية تقوم من خلال سوداتيل بتوفير سعات الإنترنت وسعات ربط لشركة سوتيل في تشاد. شركة سوتيل هي الشركة الوطنية الآن الموجودة في تشاد، ومن خلالها تستطيع سوداتيل أن تسوق أو أن تقدم خدمات الإنترنت لكل المشغلين الموجودين في تشاد. الآن هذا الربط مكمل لما تملكه سوداتيل من علاقات دولية، وبإذن الله سبحانه وتعالى توفر لشاد عن طريق سوداتيل سعات إنترنت عريضة، سعات تراسل عريضة، ويكتمل الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى في 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 بما يحقق مصلحة المصالح التجارية للطرفين والمصالح المشتركة بين الشعبين، وتكون الفوائد كبيرة جدا لهذا الربط مع دولة تشاد.
المسؤولية المجتمعية هي واحدة من النوافذ التي تطل عبرها سوداني نحو كافة شرائح وقطاعات المجتمع السوداني. في فقرة مسؤوليتي نقف عند أعمال المؤتمر الأول لريادة الأعمال ضمن فعاليات مشروعي 3 في إطار رعاية سوداني للنسخة 3 من مسابقة مشروعي لريادة الأعمال. امتدادا لرعايتها للنسخة الثالثة لمسابقة مشروع لريادة الأعمال الشباب، كان اهتمام السوداني بهذا الجانب من خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الأول لريادة الأعمال الشباب، والذي انعقد بفندق السلام روتانا بمشاركة واسعة من الشباب السوداني وأمانة الشباب الأعمال باتحاد أصحاب العمل السوداني. مهما الزمن اتحداني، ده مكاني أنا سوداني، دي الكلمة الجالة لساني. أنا جوا تعدي جبال، أنا همة تعدل الحال، أنا أمة تجود أجيال، رفعوا علم رسوا معاني. وجوه كثيرة ومميزة من سوداني كان لها دور وإسهام في تقديم عطاء مميز، وفي كل عدد نلمح إحدى هذه الوجوه، فمن يا ترى وجه هذا العدد؟ سوداني وأصيل في دم جار النيل، نجم عالي حلم غالي ونور النجوم دليل، قدامه سكة نجاح وبيعرف كيف يبدأ صح، دربه أخضر بابه واسع في إيده له مفتاح. أحمد الأمين حسن عتولي، قطاع تقنية المعلومات، مدير أول أنظمة الأعمال. وأنظمة الأعمال نحن دائما بنعني بها هي الأنظمة اللي من خلال بتساعد في إدارة موارد المؤسسة الداخلية، كإدارة شؤون الأفراد والأنظمة المالية وإدارة المخزون ونحوها. وأنظمة الأعمال هي مكمل لجزء آخر من نوع آخر من أنواع الأنظمة الموجودة في قطاع تقنية المعلومات وبتخدم سوداتيل، وهو أنظمة الإيرادات والمشتركين. نجاح وبيعرف كيف يبدأ صح، دربه أخضر بابه واسع في إيده له مفتاح، إنجازه ولو كان بسيط بالفرحة بنحكي ونعيد، بيصف النية بهمة قوية جوا وطموح بيزيد. سوداني وأصيل في دم جار النيل، نجم عالي حلم غالي النجوم دليل. الهدف الكبير بتاعنا هو المشترك اللي هو مشترك سوداتيل. احنا بننظم في حاجاتنا داخليا عشان نخدم المشترك بتاعنا، بنطور في الأنظمة سواء كانت أنظمة إدارة المؤسسة الداخلية أو التكامل بتاعها مع أنظمة خدمات المشتركين برضو عشان نخدم المشترك. يعني لأن المشترك هو سر الوجود بتاعنا، هو سر وجود الشركة، كل الأشياء اللي بنقوم بها هي من أجله. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حصيلة هذا العدد من مجلة تواصل من سوداني لشهر أكتوبر. حتى نلتقيكم في عدد آخر مليء بالأحداث والفعاليات، كونوا دوما بخير، إلى اللقاء. علي راسك فوق، انت سوداني، شراعي سوداني.